يا كابتن هيثم، عاوز ايه يا بوب؟ دلوقتي انا بسمع اصوات غريبه في مفاصلي، مش عارف من ايه، حتى اسمع. شوف يا صديقي، الموضوع في جزء طبي انا مش هتكلم فيه لان انا مش دكتور، وفي جزء تاني لازم كلنا نكون عارفينه لو مر علينا الموضوع ده. المفاصل بتكون حواليها غشاء، جوه الغشاء ده في سائل زلالي. فايدة السائل انه بيمنع الاحتكاك بين العظم، لو شديت المفصل او لو عملت حركة مفاجأة، او مثلا لو كنت بتصلي وجيت تسجد ولقيت الطرقعة دي، الحركات دي كلها بتخلق فقاعات هواء جوه المفصل، واللي بسببها بتسمع الاصوات دي واللي بتخليك تترقص كده يا بوب. وفي سبب تاني، لو انت عندك عدم ثبات في المفصل ممكن الوتر يتحرك من مكانه ويحصل احتكاك في العظم فتسمع الطقطقة، وخصوصا في المفاصل اللي بتتحرك في اكتر من اتجاه زي مفصل الكتف بالظبط. ازاي تجنب الموضوع ده؟ اول حاجة لازم تعملها قبل التمرين ان انت تسخن كويس جدا 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 جدا، ولازم تشرب مية كتير على مدار اليوم، وتهتم ان يكون عندك جدول تمرين منظم. لازم عضلات جسمك كلها تكون بنفس القوة. والخلاصة، لو بتسمع طقطقة في أي مفصل من مفاصل جسمك بدون وجع يبقى مفيش حاجة. لو في وجع لا قدر الله ضروري استشارة الطبيب. ولو كنت حابب إن أصمم لك جدول تدريبي ونظام غذائي معمول مخصوص ليك أنت، ابعت لي رسالة واستفسر عن عروض وأسعار التدريب الأونلاين. باي باي.